السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم المبرمج أحمد محمدي وحلقة جديدة من كورسنا، كورس تعلم برمجة الصفحات الإنترنت باستخدام لغة الترميز الجميلة HTML. والنهارده هنكمل كلامنا في البيزكس بتاعت HTML، وهنشرح إزاي ممكن نضيف صورة للموقع بتاعنا، فخليكوا معنا. مبدئيا كده هوت ده شكل التاج بتاع الصورة. اتفقنا ان كل حاجة ليها تاج في الموقع بتاعنا. ده اخر حاجة احنا عملناها، الاندكس دوت ندوس عليه يديك صفحة بالشكل ده كده هوت. اتفقنا ان كل حاجة ليها تاج وكل تاج له وظيفة معينة. تعالوا نتكلم النهاردة عن التاج اللي ممكن بيتضيف صورة داخل الموقع بتاعك. ده الشكل المبسط للتاج بتاعنا، ماشي؟ بيتقسم لايه التاج ده؟ ده كله، بص ده كله من اول هنا كده لحد هنا، ده الايمج تاج بتاعنا. بيتقسم لايه؟ اول حاجه اسم التاج اي ام جي، ماشي، اختصار لكلمه ايمج. طبعا الكلوزد براكتس بتاعي اهوت. ف كده ده البيزك بتاع ايه؟ بتاع التاب، بتاع ايه؟ بتاع الايمج، اضافه الصوره، ماشي؟ زي ما انتم شايفين هنا قال لك ايه، هنا ده التاج نيم، اوكي، ودوت الفتحه بتاعته وده القفله بتاعته، اوكي. نيجي بقى ايه للاتريبيوتس بتاعتنا. في اتنين اتريبيوتس اساسيين، ماشي، واحد منهم اساسي جدا والتاني يعني ممكن تستخدمه وممكن ما تستخدموش، بس ده هو الاساس في الايمج، اوكي، اللي هو الاس ار سي بمعنى الريسورسز، ماشي. اس ار سي ديت المفروض اختصار لكلمه ريسورس، اوكي. الريسورس بتاعنا دوت اللي هو ايه؟ الباص بتاع الايمج دوت اهو، بيحطه هنا كده، اوكي. ليه بيحطه هنا؟ يعني ممكن على فكره الباص ده يكون لينك، يعني لينك انت بتقرا الايمج ديت من صفحه ثانيه، من موقع ثاني، فتحط اللينك بتاعت الايمج هنا. ممكن تكون موجوده عندك في ملفات المشروع زي ما احنا هنعمل النهارده، فتكتب اسمها هنا واسم الفولدر اللي قبليها هنا. المهم ده الباص واسم الايمج بتاعك، بنسميه الفول نيم بتاع الايمج. تاني حاجه الالت. الالت ده عباره عن تاج نيم بيظهر لما بتقف بالمؤشر بتاعك على الصوره. فالالت دوت هو عباره عن زي ما تقول ديسكريبشن للصوره ديت، لما تيجي مثلا تقف بالماوس عليها فيقول لك وصف للصوره ديت، يعني زي ما تسميه كده تاج نيم للصوره ديت. ده بقى مثال عن ازاي بنضيف الايمج في الموقع بتاعنا اهو، بين التاجين البودي زي ما اتفقنا اهوت، ماشي. بنضيف التاج الايمج اللي احنا لسه شارحينه من شويه اهوت في اي مكان. طبعا التنسيق بتاع الصفحات ده خاص بالسي اس اس، فانت ما تفكرش في تنسيق الصفحه دلوقتي، انت تحس ان الصفحه بتاعتك شكلها ويرد شويه، شكلها غريب شويه، ماشي، وده بسبب ان مفيش تنسيق. التنسيق ان شاء الله هنتعلمه في كورس السي اس اس، وتحريك بقى الحاجات وعمل روح للصفحه هنتعلمه في كورس الجافا سكريبت، لكن ده اول كورس انت بس تتعلم ايه؟ اساسيات كتابه التاجز، ماشي. فادي الايمج اهو اس ار سي، هو هنا جايبه لينك من موقع تاني زي ما قلت لكم اهوت، دي الايمج اهيت مش من صفحات المشروع بتاعه، ماشي. وتعالوا يعني امسح الخط اللي انا عملتها ديت عشان اوضح لكم اكتر، ماشي، اهو اتش تي تي بي، وحاطط هنا توتوريال بوينت معرفش ايه، ايمجز اتش تي ام ال دوت جي اف دوت جي اي اف دوت كده. هو جايب الصوره من موقع تاني عادي جدا جدا جدا. المهم ان الريسورسز دوت تكون ده اسم يوصلك للصوره في النهايه. كلمه الت زي ما قلنا هو ان هو بيشرح ايه المحتوى بتاع الصوره دوت اللي هو HTML توتوريال. حاجتين كمان هو هنا ضايفهم، الهايت والواي، يعني الارتفاع، ماشي، والعرض، وده رقم بالبكسل 150 بكسل وهنا 140 ايه بكسل، اوكي. يبقى انت كمان ممكن في التاج بتاع الايمج تضيف حاجتين اضافيتين اللي هما ايه؟ الارتفاع وايه؟ العرض. تعالوا بقى بشكل عملي نضيف صوره في الموقع بتاعنا اللي احنا شغالين عليه من اول الكورس.
عشان نضيف صورة هنا يستحسن طبعا انك انت بتقعدش ترمي الصور في ملفات المشروع الاساسية اللي هي دي، تقعد ترمي الصور هنا كده كتير كتير. الافضل انك انت تعمل فولدر خاص بالصور، وكمان يستحسن كمان تحط جوه الفولدر ده سب فولدرز، بحيث كل مجموعة صور تحطهم في حتة لوحديهم وانت بتقسم من الموقع بتاعك، عشان بعد كده لما الصورة مثلا تبقى عاوز توصل ليها مش تقعد تدور عليها وبعدين تاخد اللينكة بتاعتها تحطها، لا انت ممكن بمنتهى البساطة تدور على او تكون فاكر هي محطوطه فين، لان انت مصنف الصور على حسب النوعيه بتاعتها او على حسب شكلها. فهنيجي هنا مثلا نقف في البروجكت بتاعنا ونضيف فولدر ونسميه images. اوكي، وممكن بقى تروح تشوف اي صوره زي الصوره دي مثلا كده، وبعد كده تروح للصوره زي ديت كده وتاخدها دراج وتحطها في الفولدر بتاعنا هنا دروب، اهو بقت موجوده داخل الفولدر بتاعنا. ماشي، اقفلها كده مش محتاجينها، احنا محتاجين بس الاسم بتاعها اللي هو هيبقى دلوقتي من اول المشروع بتاعنا من بره images/dragon. عشان نجيب الايمج بتاعتنا هنيجي هنا مثلا، تعالوا هنا كده بعد النصوص ديت ونفتح التاج ونكتب img، شوف كتبه لك src، اوكي هيساوي، ونفتح قوس. شوف هو حتى لوحده عمل لك هنا في الفيجوال ستوديو كود براوزنج على مكان اللي حواليك، يعني الفايلات والفولدرز اللي حواليك. فهنقول هنا ايمجز اهوت داش دراجون، اهو دراجون دوت جي بي جي طبعا. ماشي، وبس ممكن نعمل مثلا هنا الت ونقول مثلا دراجون فوتو، اوكي، ونقفل الايمج تاج بتاعنا. هنيجي بعد كده نعمل فايل سيف. ماشي، ونيجي بقى على الموقع بتاعنا المكان بتاعه ونفتح، طبعا هتلاقي الايمج اتضاف هنا وفي جواه الصورة بتاعتنا. ماشي، نفتح index.html هنلاقي الصورة اتضافت، بس طبعا اتضافت بحجم كبير قوي، احنا عايزين نصغر الحجم ده شوية، فهنيجي بقى نستخدم الهايت والوايت. نستخدم مثلا الهايت بتاعي عشان اخليه 150، وبالنسبه للوايت مثلا نخليه 90. اوكي، وبعد كده نعمل فايل سيف ونيجي هنا نعمل ريفريش. صغر قوي، لو عايز تكبره شويه ممكن تكبره تسميه مثلا، تخلي دي مثلا 300 وديت 150، لا خليها مثلا 200، ونشوف كده اهوت فايل سيف، ونتفرج على الصوره بتاعتنا تاني اهو، شايفين بدا يكبر. تقدر بقى تحط له بقى انت الحجم وال يعني الهايت والوايتس المناسب ليك او المناسب للصوره بشكل اكتر، انت ممكن تبقى ادرى بيه مني لان انت اللي هتصمم الموقع ده في النهايه. اوكي، ممكن مثلا اقول له الهايت مثلا خليه 50% من حجم الشاشة، والوايت مثلا خليه برضو 50% من حجم، اللي هو تديله نسبة مئوية للهايت والوايت، بحيث ان هو لما تيجي تلود يعني يملى الجزء اللي انت فاتحه بدل ما تقعد تستخدم البراكتس وتبقى يعني تعمل لها فيتنج. بس هو طبعا هو هيبص على الاكبر منه هنا اللي هو البودي اللي هو الجسم بالكامل. ساعات بعد كده ان شاء الله هنحط الصور دي جوه تاجز او جوه ديفات زي ديت، ونقول له ان هو يملى الحيزيز اللي انت هتديها له للديف ديت او للبلوك اللي انت هتحط فيه الايمج دوت. بس ده طبعا مش دلوقتي، احنا لسه بنشرح البيزكس بتاعت HTML. هنيجي كده اهوت نعمل سيف ونروح للموقع بتاعنا ونعمل ريفريش. شايفين الصوره كبرت ازاي وخدت راحتها، لانها بقت يعني زي ما تقول كده خدت اكبر حجم ليها، بس انها تبقى 50%. لو جيت هنا تقيس هتلاقي ده 50%. ماشي، ولو كبرت هتلاقيها بتكبر معاك، صغرت هتلاقيها بتصغر معاك، ودي فايده ان انت تستخدم يعني. شوف هنا لو كبرنا برده هتلاقيها بتكبر. اوكي، بس طبعا عشان هي مشدوده من الناحيتين كل ما تكبر اهو، شايف كل ما تكبر الشاشه بتاعتك هتلاقيها بتكبر، كل ما تصغر هتلاقيها بتصغر. ماشي، ودوت يعني من الامكانيات الظريفه ان انت ممكن تديله نسبه مئويه لحجم الشاشه اللي قدامك، وبكده الصوره يعني لو مثلا فتحت على موبايل
هتبقى عامله كده اهو، هي مش هتظهر عن كده ماشي. لو اتفتحت على موبايل هتبقى عامله زي كده، او لو اتفتحت على شاشه كبيره هتبقى ظاهره بالشكل دوت ماشي. ودي احد المميزات الظريفه اللي بتديها لك التاج HTML. اخر حاجه بقى هنتكلم عليها اللي هو الالت ماشي. بعض الحالات لما بتقف كده على الشاشه بيظهر معاك، لكن في صفحه بسيطه زي دي غالبا مش هيظهر معاك الالت دوت اللي هو ديسكريبشن. فنعمل ايه؟ خلينا نغير اسم الصوره كده اهوت ماشي. فهو في حاله ان هو ما لقاش الصوره ديت هيحط لك الديسكريبشن بتاعك دوت. فنيجي هنا نعمل فايل سيف ماشي، ونيجي هنا نعمل ريفريش. فهنا هو ما لقاش الصوره، بس قال لك ان الصوره دي عباره عن ايه؟ دراجون فوتو ماشي. والى هنا بتنتهي حلقه النهارده. يا ريت اللي عنده استفسار من اي نوع يسيبه في الكومنتس بوكس تحت الفيديو. واتمنى ان الناس تدعم القناه بعمل لايك وشير وسبسكرايب. في النهايه بتمنى للجميع التوفيق. كان معكم المبرمج احمد محمدي، والى اللقاء في حلقه قادمه، ودمتم في رعايه الله وحفظه.